السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع الأغواط لنقف على مدى تقدم الأشغال بمشروع المحطة نتاع السكك الحديدية لمدينة الأغواط، واللي نشوف هنا طراز رائع يتناسب مع يعني الطراز العمراني العام لمدينة الأغواط وللمدن المجاورة يعني المنطقة. شيء جميل أنه تحترم هذه المقاييس العمرانية. إذن هذه هي المحطة تقرب من الانتهاء، نخليكم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم. Thank you.